الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. أحمده سبحانه على الرخاء والنعماء، وأشكره في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ومن بقي من أمته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الأمة الإسلامية تستقبل بعد أيام موسمًا من مواسم الخير والبركات والفضل والعطيات، نستقبل أعظم موسم وأعظم اجتماع للمسلمين عرفه التاريخ، إنه الحج إلى بيت الله العظيم. فلعلنا نتكلم عنه ما دام في الأيام قبل الحج فسحة، لعل تشويقًا إلى زيارة البيت العتيق يقع في قلوبنا. يذهب الناس جميعًا إلى ذاك المكان العظيم استجابةً لنداء إبراهيم عليه السلام، لما قال الله تعالى له: وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجٍ عميق. واستجابةً لدعاء إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى فقال: فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم، فجعل الله تعالى أفئدة الناس قبل أجسادهم تهوي إلى هذا البيت العتيق، يأتون من كل فجٍ عميق. ذكر القرطبي في تفسيره عند كلامه على قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ذكر أن رجلا رأى محمد بن سيرين في الحرم في أيام الحج، فسأله ذلك الرجل قال: يا ابن سيرين، من أين أنت؟ قال ابن سيرين: أنا من بلاد بعيدة، أنا جئت من العراق. فقال له ذلك الرجل: عجباً، من بلادٍ بعيدة من العراق، إنما أنت من جيران الحرم. فقال له ابن سيرين: فمن أين أنت؟ قال: أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين، واليوم وصلت إلى مكة. ولا يُستغرَبُ ذلك منهم، فإنهم يخرجون من عند أهليهم ويسيرون هذه المدة الطويلة، لا يعني أنهم يسيرون 5 سنين سيرًا متتابعًا، كلا، فإنهم كانوا إذا خرجوا لا يأخذون معهم نفقةً تكفيهم لأجل أن يسيروا 8 أشهر أو يسيروا 9 أشهر حتى يصلوا إلى الحرم، وذلك إما لقلة النفقة أو خوفًا من قطاع الطريق، فكانوا يحملون معهم نفقةً تكفيهم لشيء يسير. فإذا فنيت دخلوا بعض البلدان واشتغلوا فيها 3 أشهر أو 4 أو يزيد عن ذلك، فجمعوا نفقةً ثم واصلوا سيرهم، ثم إذا فنيت أو مرض أحدهم دخل إلى بلد، فربما استمر أحدهم في طريقه قاطعًا الطريق من بلده إلى مكة، ربما استمر 2 أو 3 سنين أو وصلت بعد ذلك إلى 5. قلوبٌ تشتاق وقوافل ورفاق وتعبٌ ومشاق، ولكن إذا رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقًا إليه تضرَّموا إلى الكعبة البيت الحرام عشيةً وطافوا بها 7 وصلَّوا وسلَّموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحَّل عنهم. هنالك لا تثريب يومًا على امرئٍ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم، فلله كم من عبرةٍ مهراقةٍ وأخرى على آثارها لا تقدَّموا، ولله أكبادٌ هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم، ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. فما أروعها من رحلة عجاب ومنظر يأخذ بالألباب، فهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيت لباسا أجمل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ وهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل سمعت نظمًا أعذب من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين؟ نعم، إنه الحج إلى بيت الله العظيم. إذا ذهب العبد إلى هناك
يتذكر إبراهيم عليه السلام وهو يودع أهله بواد غير ذي زرع لا أنيس معهم ولا جليس، ويتوجه بقلبه الخافق إلى ربه يناجيه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يتذكر أمنا هاجر وهي تستروح الماء لطفلها الرضيع إسماعيل في تلك الحرة الملتهبة حول البيت، وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد أنهكها العطش وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الولد. نعم، يتذكر وهو يطوف بذاك البيت الحرام، يتذكر زمزم يوم تدفق عند طفل الرضيع إسماعيل، بل يتذكر إسماعيل الغلام مع أبيه إبراهيم عليه السلام، والأب يؤمر بذبح ابنه الوحيد الذي جاءه على كبر وشوق، فيقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فإذا بالغلام يجيب: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ولا يزال ذاك الذبح العظيم سنة لمن جاء من بعد إبراهيم. يتذكر إبراهيم وقد تم البناء، فيقول الله تعالى له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فيقول إبراهيم: ربي وما يبلغ صوتي في الناس؟ فيقول الله تعالى له: إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. ويرقى إبراهيم على مرتفع من الأرض وينادي في الناس بالحج، فيجيب الله تعالى الدعاء ويبلغ النداء، فيأتي الناس رجالا وركبانا من كل فج عميق. وما تزال أفئدة الناس تهوي إلى ذاك البيت العتيق. ذكر أحد سائقي سيارات الأجرة أنه كان يعمل يوما عند مطار جدة، يقول: فكنت أستقبل بعض الحجاج وأنقلهم إلى مكة بالأجرة. قال: ففي يوم من الأيام أقبل حملة من باكستان، وكانت قد أعدت لهم الحافلات لنقلهم. قال: فكان من بينهم شيخ كبير وعجوز كبيرة يتلفتان ويشيران إلى الأرض ويقولان: مكة مكة. فيجيبهم الناس يقولون: لا لا، مكة أمامكم، مكة أمامكم. فكانوا يظنون جدة مكة من شدة شوقهم. فلما رأوا أن الحافلات ستتأخر ساعات لأجل أن تتم بعض أمورهم، استعجلوا وركبوا معي وهما يقولان: مكة مكة. قال: فحملتهما إلى مكة، فلاحظت عليهما في أثناء الطريق الجهد، فدخلت إلى محطة وقود ووقفت عند المطعم وأشرت لهما إلى فمي أن انزلا لأجل أن تأكلا، فأخذ يشيران بأيديهما ويقولان: لا لا، مكة مكة. وقد تعلقت قلوبهما بهذا البيت العتيق. قال: فنزلت أنا لأجل أن أتغدى، فلما تأخر علي رجعت إليهما، فإذا هما قد أخرج كيسا معهما فيه كسر خبز يابسة، وأخرج ماء وسكباه في إناء، ثم جعل يغمسان من هذا الخبز في ذلك الإناء في ذلك الماء ويأكلان ذاك الخبز الرطب. قال: فدخلت إلى المطعم وأحضرت لهما شيئا من أرز ودجاج. قال: فلما جئت ووضعته بين أيديهما لأجل أن يأكلا أبيا علي ذلك، وأخذ يشيران إلى بطونهما ويدفعان الرز عنهما. قال: فقلت لهما: إنه بغير مال، لن آخذ منكم مالا لأجل هذا الطعام. قال: فلم يفهما مني، وجعل يشيران إلى بطونهما والشيخ يحرك إحرامه ويقول: مكة مكة. قال: فدعوت أحد سائق الشاحنات من الباكستانيين وجعلته يسألهما ويفهمهما أن هذا الطعام هو هدية مني، لن يدفع له مالا، لكن أحسن من أن يأكل هذا الخبز وهما سوف يذهبان إلى طواف وسعي وتعب. فلما كلمهما لاحظت أن هذا السائق بدأ يبكي. قال: فسألته، قلت له: لما تبكي وماذا يريدان ولماذا يبكيان هما؟ قال: إنهما يقولان إنهما منذ 20 سنة كان يجمعان الربية على الربية لأجل أن يوفر قيمة السفر إلى مكة، وكان يتجنبان جميع أنواع اللحم والدجاج والرز والشعير، جميع هذه الأنواع، ولا يأكلان إلا أرخص الطعام، الخبز المغموس في الماء. قال: ويجمعان منذ 20 سنة المال لأجل أن يحج إلى بيت الحرام،
فهما يخافان أن يأكل من هذا الرز فيمرضان بعد غيبته عنهما طويلا، فلا يريدان أن يأكل منه، فهما يجمعان المال لأجل الحج، فأرجوك عجل بهما إلى مكة. قال: ثم تكلم معهما بلغته أنكما ستصلان إلى مكة. قال: فأخذا يبكيان يقولان: مكة مكة، حج حج. هذا البيت الحرام الذي استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه السلام لما دعا فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فجعل الله تعالى الأفئدة قبل القلوب والأجساد تتسابق إلى هذا البيت الحرام، ولا يزال الله تعالى يزيد مكة تعظيما وتشريفا. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. نعم، إن مكة هي البلد الحرام، ومن حرمتها جعل الله تعالى معاقبة من هم بسيئة فيها وإن لم يفعلها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن رجلا من عدن أبين هم بمعصية في البيت الحرام لعاقبه الله تعالى وإن لم يصل إلى البيت الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في آخر حياته قد بنى بيته خارج حدود الحرم، وبنى مسجده في داخل حدود الحرم، يعني بناه على حدود مكة نفسها. فقال له بعضهم: لو نقلت بيتك بجانب مسجدك؟ فقال: لا لا والله، الحسنة فيه أعظم، يعني منطقة الحرم، الحسنة فيه أعظم، الحسنة فيه أفضل، لكن السيئة فيه أعظم، فأنا أريد أن يكون عبادتي وصلاتي في داخل منطقة الحرم، أما حياتي مع أهلي فربما سببت أحداً، أو ربما وقع بعضهم، أو وقعت في معصية، فلا أريد أن تكون معصيتي في داخل الحرم. ومن العجب أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون لهذا الحرم حرمته وعظمته. كانت المرأة توصي ولدها وتقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. ولما جاء أبرهة لأجل أن يهدم الكعبة وقف أمامه عبد المطلب بكل ثقة وقال: إن للبيت ربا يحميه، فيحمي الله تعالى بيته ويرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويبقى البيت معظما، بل يحج الأنبياء تلو الأنبياء. صح في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أتى على وادي الأزرق فقال لأصحابه: ما هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى بن عمران مهبطا له جؤار بالتكبير. ثم أتى على ثنية من الثنايا قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: ثنية كذا وكذا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف. وتمضي السنين وتتواكب قافلة الذكريات عليك حتى يصل محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل مكة، فيندرج في طرقاتها في طفولته وصباه، يمشي على ذاك الثرى الطيب. ثم تراه صلى الله عليه وسلم في شبابه لما جددت قريش بناء الكعبة، ثم تنازعوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، من يضعه لينال هذا الشرف؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحمله بيديه الكريمتين ثم يضعه. ثم تمضي عليه السنين فإذا به يختاره الله تعالى ليكون خاتم الأنبياء، ويأمره الله تعالى في الحج، ويمضي صلى الله عليه وسلم حاجا يطوي القفار إلى البيت العتيق ليودع الحياة بحجة الوداع. حج وحوله الجموع والدموع، حج وهو يقول لأصحابه: إني والله لا أدري
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نتذكره صلى الله عليه وسلم، فنتذكر أطهر نفس أحرمت، وأزكى روح هتفت، وأفضل قدم طافت وسعت، وأعذب شفة كبرت وهللت، وأشرف يد استلمت ورمت. يحج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع يتنقل بين المشاعر بخطاه، وصوته يجلجل في الناس يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يرفع رجلا ويضع أخرى، وهو عليه الصلاة والسلام لا يدري، فقد كانت هي آخر الخطوات له إلى هذه الدنيا. إحرامه طاهر وقلبه خاشع، يتذكر دعاء أبيه إبراهيم لما بنى البيت فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هو صلى الله عليه وسلم هو ذلك الرسول، ويقترب صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود فلا يتمالك نفسه، فإذا بالنفس تخشع والعين تدمع وتسيل الدموع على خديه، فيتلفت يلتفت إلى عمر ويقول يا عمر هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات يا عمر. كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور، وعن جانبيه من صحابته فيالق، وألوف الناس بالأثر ساروا برفقة أزكى مهجة درجت، وخير مشتمل ثوبا ومؤتزر ملبيا رافعا كفيه في وجل لله، في ثوب أواب ومفتقر مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. وقام في عرفات الله ممتطيا قصواءه، يا له من موقف نظري، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر، فينحني شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر، يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرر، مجليا روعة الإسلام في جمل من رائع من بديع القول مختصر، داعٍ إلى العدل والتقوى وأن بها تفاضل الناس لا بالجنس والصور، مبيناً أن للإنسان حرمته ممرغاً سيء العادات بالمدر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس فيصغون إليه، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، ينظر إليه الشيب والشباب والأطفال، فيحل صلى الله عليه وسلم في خطبته ما أمره الله تعالى به من الحلال ويحرم الحرام، يقف منذرا ومبشرا وخائفا على أصحابه من أن يضلوا من بعده، ومنبها لأمته من أن تتنكب الطريق، ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النظرات الأخيرة، ينظر إلى أبي بكر وعمر، ينظر إلى عثمان وعلي، ينظر إلى طلحة والزبير، ينظر إلى أصحاب طالما قاموا معه وصاموا، طالما جاهدوا معه، ينظر إلى عموم الناس أبيضهم وأسودهم، حرهم وعبدهم، عربيهم وعجميهم، ثم يصيح بهؤلاء جميعا يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد. ثم يظل صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم من الأرض، والله تعالى ينظر إليهم من السماء، ويباهي بهم ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيدعو صلى الله عليه وسلم ويدعون ويبكي ويبكون، ثم يمضي بهم في المشاعر وهو يلبي بتوحيد الله لبيك لا شريك لك. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين تقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي إن طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. أما الرداء الذي
حج الحبيب به، يا ليته كفن لي في دجى الحفر، يا غافلا عن مزاياه وروعتها يمم إلى كتب التاريخ والسير. يا ربي لا تحرمنا من شفاعته، يا ربي لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسير. أيها الإخوة الكرام، وتمر السنون وتتوالى القرون ووفد الله تعالى يتزايدون. نعم، في لقاء إيماني جاءوا عن رغبة وطواعية، جاءوا من كل مكان، والله ما عملت لهم دعايات ولا وعدوا بجوائز من الناس وأعطيات، ومع ذلك ينفق أحدهم ماله وربما قتر على أهله وولده ويترك بيته وعياله ويقبل إلى بيت الله العتيق، ثم يقف مع الناس في عرفات. فهل رأيت الحجاج في عرفات؟ بالله عليك، هل رأيت جموعهم؟ هل رأيت جموعهم وهم يسكبون الدمعات ويبكون الخطيات؟ هل رأيت اليوم الذي اجتمع فيه الناس؟ فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وأهم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أخنع منه في يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر. هل رأيتهم في عرفات وهم في ساعة واحدة يدعون ربهم بحاجات متنوعة وألسنة مختلفة؟ هذا يدعو بلغة عربية، وذاك بأردية، وثالث بهندية، ورابع بسواحلية. منهم مذنب يسأله مغفرة ذنبه، ومريض يدعوه أن يشفي مرضه، وفقير يسأله سداد دينه، ومظلوم يسأله نصرته، وحيران يسأله دلالته، وربهم ينظر إليهم يباهي بهم ملائكته. فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات، ولا تلتبس عنده الحاجات، ولا تختلط عنده الأصوات، ولا يتبرم بكثرة المسائل مع كثرة السائلين وتنوع المسؤولات، بل يسمع ضجيج أصواتهم واختلاف لغاتهم وكثرة حاجاتهم، وفي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويرشد حيران ويغيث لهفان ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. فسبحان ربي العظيم، ما أعظم ذلك الاجتماع، وما أعظم من جمعهم، وما أسعد والله من كان من بينهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج إلى بيت الله الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وفي البخاري سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. والحجاج والعمار هم وفد الله تعالى، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله، إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثاً غبراً من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. قال: وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفيهما قال: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سألته عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، كما رواه البخاري. فينبغي أيها الإخوة الكرام لمن كان قادراً على الحج أن يحج، خاصة من لم يكن قد قضى فرض الله تعالى عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن آمر رجالاً فيمضوا إلى الأمصار فينظروا في من كان له جدة للحج ولم يحج، يعني في من كان مستطيعاً على الحج ولم يحج. قال: فينظروا في من كان له جدة للحج ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والله تعالى قد فرضه على الفور، فمن كان قادراً فليتعجل إلى ذلك، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج إلى بيته الحرام، أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الحج إلى بيته الحرام والطواف والصيام والقيام، ونسأل الله تعالى أن يسلم الحجاج القادمين إلى بيت الله الحرام. وأسأل الله تعالى لمن أراد أن يوقع بالحجاج تخريباً أو إفساداً أو تفجيراً أو إحراقاً، أسأل الله تعالى أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميراً عليه. وأسأل الله جل في علاه أن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على أن يقوموا بأمر الحجيج وعلى أن يقوموا بشؤونهم وأن يعتنوا بهم. وأسأله سبحانه ألا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب لعنايتهم بذلك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.